تحية اليوم كان هناك لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية القبرصي. ماذا تم خلال هذا اللقاء وما أبرز الأمور التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الزيارة؟ الحقيقة اللقاء اليوم تمحور حول العلاقات الثنائية والملف الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة. طبعا العلاقات المصرية القبرصية بتشهد زخم غير مسبوق سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القمة الآلية الثلاثية ما بين مصر وقبرص واليونان، وهناك تشاور مستمر يعني منذ فترة، وهناك يعني زي ما قلت لسيادتك زخم كبير في العلاقات الثنائية بكل مستوياتها. اللقاء اليوم يعني ركز على الشق الاقتصادي وأيضا على تباحث أو مناقشة أسبوع الرجوع إلى الجذور، هو أسبوع اسمه الرجوع إلى إحياء الجذور. سوف يتم احتفالية كبيرة ثقافية في الإسكندرية في مطلع الشهر القادم بحضور الرئيس القبرصي للاحتفال بالقبارصة والجالية القبرصية والمصريين من جذور قبرصية في احتفالية ثقافية ثرية باشتراك وزارة الهجرة سوف تكون في مطلع الشهر القادم بإذن الله. طيب يعني ننتقل من هذه الزيارة إلى الزيارة التي من المفترض أن تتم غدا وهي زيارة رئيس البرتغال إلى مصر، ما هو أبرز الأمور أو أبرز الأمور المطروحة خلال هذه الزيارة؟ الزيارة تأتي أيضا في العلاقات المصرية الأوروبية، في إطار العلاقات المصرية الأوروبية وانفتاحها على جميع الدول الأوروبية والعالمية. وطبعا البرتغال كان لها مواقف داعمة لمصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، وكان لها مواقف قوية داخل الاتحاد الأوروبي شأن مثل يعني اليونان ومثل قبرص. هناك كثير من الموضوعات الثنائية المنتظر بحثها غدا، وهناك عدد أعتقد 3 مذكرات تفاهم سوف يتم توقيعها غدا على المستوى الاقتصادي والتعاون ما بين السلطات المناظرة لهيئة قناة السويس وسلطة محور قناة السويس غدا بإذن الله، فضلا عن طبعا تباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تعظيم حركة التجارة ما بين مصر والبرتغال لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. سعادة السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، شكرا جزيلا.